عندك ورم في الرحم يا جواهر. يا لحمي ورم؟ ورم؟ اهدي يا ست الكل، بسيطة إن شاء الله. بسيطة؟ بسيطة إزاي؟ يا ست جواهر لازم نحمد ربنا إنه ما جاش في مكان تاني، ما نعرفش نخلص منه. يعني إيه؟ يعني الرحم لازم يتشال عشان الورم ما ينتشرش في جسمك، وساعتها مش هنقدر عليه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، عليها العوض ومن الله، عليها العوض ومن الله. اهدي اهدي يا حبيبتي، مش نفسك كده، ده مرض بسيط بيجي لنص ستات البلد. بس أنا لسه ما خلفتش، لسه ما خلفتش، ده أنا بتمناها من ربنا في كل سنة وفي كل أدان، ده أنا بقالي 5 سنين مستنية الخلفة. خلفة إيه بس دلوقتي؟ صحتك أهم حاجة، يعني هما اللي كانوا خلفوا خدوا غير وجع القلب. طب أبوس إيدك يا دكتور، أبوس إيدك، إله يسترك، أخلف وبعدين شيله، أشوف ابني مرة واحدة بس وبعدين شيله. يا حبيبتي ما ينفعش يا بنت، المرض لو انتشر في جسمك هتموتي، مش بس مش هتخلفي. خلاص خلاص بقى، أنا نصيبي كده، أنا حتى معيش فلوس العملية. فلوس إيه؟ إحنا هنا مستشفى خيري، دكتور سليمان العريني عاملها ليه الغلابة؟ ده إحنا حتى ما بناخدش تمن الإبرة. وعملت العملية؟ يا ريتني ما عملتها، يا ريتني ما عملتها. ليه يا جماعه؟ بعد ما عملت العمليه باسبوع جاتني نغزه، نغزه جامده قوي في صدري، توغوشت، خفت لا يكون الورم جه في صدري كمان. رجعت لهم تاني وكشفوا عليا وقالوا لي مفيش حاجه، دي شوية تجمعات صديدية وحاجات. أيوة حبيبتي فهمك تاني. وبعدين إيه؟ وبعدين صرفولي علاج كتير كده وبلاش برضو، بس النغزة ردت عليا تاني، قامت عواطف شرط عليا بدكتورة شاطرة هنا في الميدان ودبرت لي 50 جنيه تمن الكشف. أصل إحنا يعني على باب الله وإيدينا مش طايلة يعني. فاهم يا أمي فاهم. طيب والدكتورة قالت لك إيه؟ مش عايزة أقول حاجة قبل ما نتأكد الأول. قولي يا دكتورة. أقول مبروك. مبروك؟ مبروك إيه؟ شكلك حامل يا ستي. حامل؟ بس هنعمل تيست وسونار الاول عشان نعرف عمر الجنين. جنين؟ جنين ايه؟ انا انت ايه يا حبيبتي مش مصدقه ليه؟ ما انا قدامك عصرت صدرك ولقينا الهرمون موجود. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ انت مش قلتي لي ان انت متجوزه ولا ايه يا دكتوره؟ دي شايله الرحم اصلا. شايله الرحم ازاي وليه؟ دكتور في مستشفى الرحمة قال لي ان عندك ورم في الرحم ولازم اشيله. الكلام ده من امتى؟ من 10 ايام. طب فين الاشعة؟ فين الاشعات والتحاليل والفحوصات اللي عملوها لك قبل العملية؟ اهي اهي يا دكتورة، كلها اهي، كلها اهي. مش ممكن، الهرمون اللي في صدرك ده ما بيبقاش غير في الحمل وبس. عليها يا سليمان، انا هقول لك اللي حصل. الدكتوره ميرفت صديق كانت مسافره بعقد عمل للكويت، واجلت سفرها يوم واحد وعملت لها سونار وتحاليل وتاكدت ان كان في حمل فعلا، وطلبت منها تعمل تحاليل معينه قبل ما يعدي على ميعاد العمليه 6 اشهر. ايوه ايوه، عشان تتاكد اذا كان ظهر عندها اجسام مضاده للورم ولا لا. عملت التحاليل دي؟ ما قدرتش، لأن التحاليل كانت غالية عليها جدا، والتأمين رفض يعملها لها لأنها مش مدرجة في بنود الفحوصات المجانية، والدكتورة اللي كانت عارفة حالتها وواقفة جنبها سافرت
ما بقاش في حد يقف جنبها ويساعدها غير جوزها. مش قادره، مش قادره اسمع سيرته، مش قادره اسمع سيرته. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حبيبتي، والله العظيم ما حد هيجيب لك سيرته، بس الدكتور سليمان عايز يعرف اللي حصل عشان يجيب لك حقك. هو جوزها عمل ايه يا ملك؟ هقول لك ايه بس يا سليمان، ما انت شايف حالتها يا ستي. ما تقلقيش عليها، العياط احسن لها بكتير من السكوت والكبت. المهم رد عليا، جوزها عمل ايه؟ راح هو وعواطف للمستشفى عشان يتخانق معاهم ويهددهم باللي حصل، وخد معاه كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت لها هناك. ها ده انا هوديكوا في 60 داهيه وربنا القلب الدنيا على دماغكم، واقفل لكم المستشفى دي يا بلطجيه عصيعه يا ولاد. لم نفسك يا ابني انت وبلاش قله ادب. قله ادب؟ هو انت لسه شفت قله ادب؟ هو انت فاكرني تلموذ جاي من الاسكوله ولا عيل سيس ابن امه هيكش وتمارس من الشياطين دول؟ لا حبيبي، ده انا شرحك. وانا ايه اللي بتعمله يا جدع انت ده؟ ولك مننا انا يعني ساكتلك من الصبح ومش عايزين يبلغ عنك الاسم ونلبسك مصيبه؟ الله ينور عليك، انا بقى عايز اروح الاسم والنيابه ونقعد كلنا كده في حضن الحكومه نرغي، انا وانت ومراتي والورقتين اللي معايا، ونشوف بقى مين اللي هيلبس مصيبه إيه ويروح على مزعبل. عاملينها دي خطفه جاي لغايه اخر الشارع. ايه يا اخ اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ويبقى مين سيادته؟ انا المدير الاداري للمستشفى دي. طب حضره المدير الاداري، الدكتور بتاعك ده سقط مراتي وخد منها الرحم بلطجة واقتدار وبطريقة لا تليق، وحرمني من الدنيا اللي بترجاه من ربنا وكتاب الله. وكتاب الله لو مرجع لي حقي ربع من ربع. وعرفت ايه اللي حصل؟ اهدى. انا جاي من المستشفى الرئيسية بتاعتنا علشان موضوعك انت. اول ما حكولي على مشكلتك سيبت اللي في ايدي وجيت على طول. وبعدين يا سيدي حضرتك تيجي تشرفني في مكتبي، نقعد مع بعض شوية ونشرب كوبايتين ليمون وتروق نفسك وتحكي لي على مشكلتك من الأول للآخر، وحقك هرجعهولك يا سيدي. إيه رأيك بقى؟ يلا بقى ما تعزلكش. ومن ساعتها راح ومرجعش ومحدش يعرف عنه أي حاجة. مرجعش يعني؟ يعني مرجعش يا سليمان، خد كل التحاليل والأشعات والتقارير اللي اتعملت لجواهر في المستشفى بتاعتك وحتى اللي عملتها الدكتورة ميرفت واختفى من الوجود. يعني ما بقاش في ايد المسكينة دي اي ورقة تثبت اللي جرالها هناك ولا حتى تذكرة دخول. طب يعني ايه؟ يعني ايه؟ راح فين الحيوان ده؟ ايه قتلوه مثلا؟ قصدك اشتروه؟ ملهاش تفسير تاني يا سليمان. اشتروه؟ انهي فلوس دي اللي ممكن تسكته عن اللي حصل لابنه ومراته؟ هما فين دول يا حبيبي؟ ابنه خلاص انتهى ومراته راحت في داهية ومستحيل تخلف تاني، وهو مش هيعرف ياخد منهم لا حق ولا باطل، يبقى سهل انه يبيع كل حاجة ويطلع له بأي مكسب. مكسب؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. وطبعا الوقت عدى والهرمون اختفى من جسمها، ودلوقتي لا تقدر تثبت انها كانت حامل ولا تقدر تثبت ان ما كانش عندها ورم. هي صحيح ما قدرتش على الأولانية، لكن انا قدرت اثبت التانية في نفس اليوم اللي جمعني بيها. ست ما ينفعش الكلام ده والله. ليه بس يا بيه؟ حرام عليكم. ليه؟ هي دي مش بني ادمه زي بقيه البني ادمين، وبعدين بقى احنا لينا حق عند الحكومه. لا اله الا الله. يا ست ملوش فايده الكلام ده. اسمع نصيحتي وشوف حد يوصلك لاي نائب في مجلس الشعب اللي جنبنا وهو هيجيب لك القرار ده في ساعه زمن. الجمله اللي قالها الموظف خرمت ودني، خصوصا اني كنت رايحه وزاره الصحه في اليوم ده عشان اجمع بيانات عن فضيحه نواب الشعب وقرارات العلاج اللي ظهرت من كام شهر. رحت اتكلمت معاها وشرحت لي اللي حصل لاختها من اول ما وقعت في ميدان الجيزه لحد ما راحوا الوزاره وانقطع نفسهم في المجالس الطبيه عشان يطلعوا قرار على نفقه الدوله بالفحوصات اللي طلبتها ميرفت صديق، على امل انها تثبت اي حاجه قبل ما الوقت يمر تاني وتخلص الست اشهر اللي الدكتوره قالت عليهم. وطبعا الوزاره رفضت لأن حالتها مش واردة في التعليمات، لا هي مريضة بالكبد ولا فشل كلوي ولا سرطان. نتيجة أهي يا سليمان،